بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكر قناة أشوق على الاستضافة الكريمة الجليلة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا باش نمشينا لذاك المقام، المقام الذي امتنعنا عنه 3 سنوات، وكنا من الناس الذين من المداومين على ذلك المقام، نذهب إليه كل عام، ولا إله إلا الله إن شاءت الأقدار لسبب من الأسباب إلهي، الحمد لله رب العالمين، وامتنعنا عليه تقريبا 3 سنوات، الحمد لله هذا العام، الحمد لله مشينا ومرت العمرة في أحسن الظروف وفي أجملها وفي أبهى حلة، الحمد لله رب العالمين، لقينا تعاون بين السلطات المغربية الحمد لله في المطار، الحمد لله ما تعذبنا، الحمد لله ما حتى شي حاجة، والله العظيم لا، الحمد لله رب العالمين، درنا واحد جهة خاصة بنا الحمد لله، فيها فاش تندوزو تناخذو الأمتعة ديالنا، وكذلك في المملكة العربية السعودية، وكذلك في قطر، الحمد لله يعني تعاون بين هاته الدول، الحمد لله مرت العمرة في أحسن الظروف. نقول لكم واحد المناظر اللي شفتها ما عجبتنيش في مكة المكرمة، تنقولها الله يرحم لكم الوالدين أيها المغاربة، الله يرحم لكم الوالدين، علاش ما نكونوش احنا منضادمين ونكونوا بحالنا بحال اوروبا، حتى هما تنشوفهم منتظمين وتيديروا النظام. انسان شوف، غنمشيو لذاك المكان، كاين بعض الناس اللي تيخلصوا 2 مليون وفي الاخر تيمشي ساعة، تيمشي يطلب وتيمشي يبدا يبهدل بالمغاربة، حشومة حرام. كاينين عاوتاني شي واحد تيبقاو يقولوا الهضرة الخاسرة في مكة الحبيبة، وتيدازوا وتيتخاصموا على والو، كاين اللي تيمشي غير باش يشخر باش يجي باش يقولوا ليه يا الحاج، كان لا، المهم مناظر كثيرة. أنا تنقول للناس اللي تيبغي يمشي لك المكان يمشي للعبادة ويمشي للاستفادة، فكم من أحد راح معنا في هذه العمرة ولم يرجع، ذهب إلى الرفيق الأعلى. خصنا نفتكر هذا اليوم هذا اللي دائما تيتسنانا ودائما علينا ولا فرار منه، وتنقول دائما الحمد لله المغاربة دائما نكون منظمين في المطار في الطيارة في الحج أو في العمرة أو في المدينة المنورة، مشي واحد النظام باش نمثلوا المغرب أحسن تمثيل. لابد الحمد لله من التعب، لازم بنادم باش يتعب في الذهاب إلى مكة الحبيبة وإلى المدينة المنورة، فيها سيد الخلق سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول مشينا من هنا، انطلقنا من سلا من الناس ديال لاجونس جزاهم الله عنا خير، دونا من لاجونس دونا حتى المطار، وبعد بدينا تندفعنا في الباسبور اللي نابيه بالهوية ديالنا، ودخلنا ودوزنا الحوايج ديالنا في الاسكانير، ومشينا الحمد لله ودفعنا الأمتعة ديالنا عند مالي الأمتعة، وبقينا تنتسناو الطيارة الحمد لله حتى جات، ومشينا للمدينة المنورة وجلسنا فيها 3 أيام الحمد لله، وصلينا في الروضة الشريفة، وصلينا في المدينة المنورة التراويح، والحمد لله أجواء يعني لا تتصور، أجواء ربانية ونفحات ربانية الحمد لله. وبعد ذلك ذهبنا إلى أبي رعالي وحرمنا، وذهبنا إلى مكة وقمنا بالعمرة الأولى الحمد لله رب العالمين، وذلك كان يوم 19 من رمضان، وجلسنا في مكة حتى 15 شعبان، وأتينا إلى المغرب الحمد لله سالمين غانمين الحمد لله رب العالمين. ونحن هذه العمرة دائما كما أقول لكم فهي فيها طاقات نورانية ونفحات ربانية نذهب إليها لكي نقوي طاقتنا ونقوم بخدمة الشعب
ودائما كما أقول لكم الراقي الحاج العلوي في خدمة الشعب وفي خدمة الضعفاء والمساكين، وهادشي كامل حنا علاش تنمشيو باش تنزيدو في العبادات وفي الطاعات الإلهية باش ناخدو الأجر والثواب ونزيدو من الطاقات النورانية والطاقات العلاجية تكون عندنا أكثر، بحال شي تليفون تيتشارجا تنمشيو تناخدو الطاقات النورانية الإيجابية من مكة الحبيبة باش حنا تنجيو عاوتاني تنعطيوها للناس وتتخرج الحمد لله بالشفاء والدواء. وهذه العمرة هذه حنا تنطلبوا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفع بها جميع الأمة الإسلامية، وأهديها لجميع المغاربة أن تكون عليهم بالصحة والسلامة والعافية والرزق الكثير والخيرات والابتعاد عن المشرات، وأن يبعد عنهم كل سوء أو مكروه. وأقول لكم دائما اتق الله ترى العجب العجاب، واعلم أن خير جنة اتباع السلف الصالح والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.